بدي منك تدير بالك على أكشات زوج الست جودان لوقت ما أتصل فيك. شبه خايفة مني أنا؟ معقول؟ عن جد خايفة مني؟ لسه ما صدقتي إني بحبك مو؟ شو أعمل لحتى تصدقيني؟ لحظة. بترجعك اتركه لأجي ولا تعمل في شي. يلا خدي اشربي مي هلا. بدنا ننتظر بس كم ساعة بعدين رح تصيري ملكي إلي، بقصد أنا وبس، وساعتها ما حدا رح يقدر يفرقنا عن بعض لو شو ما صار. وينك يا أجي؟ أنا بحاجتك. وينك؟ وينك؟ يا ريت بتقدر تسمعني أجي. بعرف إنك ما بتستسلم بسهولة. قوم تعال عندي. وينك حبيبي؟ لا أجي. وينك؟ وين أنا؟ مين جابني لهون؟ وين أنا؟ ما عم أفهم شي. أستاذ، نحن وين؟ هي مشفى شي؟ أهلي بيعرفوا أنه أنا هون؟ أستاذ طلع فيني عم بسألك، جاوبني. إذا بتلعب معي شطرنج بجاوبك على كل الأسئلة يلي بدك إياها، وفوراً كمان.
لو سمحت قلي وين أنا؟ أكيد عيلتي بيكون مشغول بالون عليه. قلي وين أنا؟ قتلت حصاني، قتلت حصاني، قتلت حصاني. لحظة، قتلت اللي حصاني. شو صار لك؟ طول بالك، قتلت اللي حصاني. لك شو عم تعمل؟ قتلت اللي حصاني. لحظة، استنى، قتلت اللي حصاني. شو صار لك؟ قتلت اللي حصاني، قتلت اللي حصاني، قتلت اللي حصاني، قتلت اللي حصاني، قتلت اللي حصاني. حصاني قتل لي، قتل لي الحصاني. شو انا بالمشفى النفسي هلا؟ على فكره احسن شيء عملناه انه بعتنا ايجي على المصح. كل هالسنين وايجي عم بيتعامل معك على اساس انك مريض وما حس فيك ولا مره، وهلا اجا دوره لحتى يفهم منيح شو يعني الواحد يكون محبوس بغرفه بمصح. انجد لا تفكر إنه نحن عملنا شي غلط. أخوك إيجي بيستحق يتعاقب على الألم والمعاناة اللي سبب لنا إياهم كل هالسنين. وهلأ بدي منك تنسى كل شي، ماشي؟ جهز حالك، أنت رح تصير عريس اليوم. يلا جهز حالك بسرعة، البس تيابك وخلينا نمشي. عن جد شكراً، أنت كتير ساعدتيني وخدمتيني، ما بعرف كيف بدي أتشكرك ولا شو بدي أقلك. أنا يلي لازم أتشكرك لأني استفدت من مرضك وقدرت أخذ حقي وانتقم من جدان عزل اللي زلته لأخيروكي. وأكيد ما رح أنسى كمان إنك ساعدتني لأرتاح من إيجي وقوته وسيطرته اللي كان فارض علينا بالبيت. يلا نمشي، رح نبلش الساعة 11:30. أكشات هلأ بالمصح، معقول يرجع شي؟ طيب بلكي رجع شو؟ أنجاد أنا تركت عنده حارس خصوصي ومحترف كمان. إيجي مستحيل يقدر يطلع من هنيك لو شو ما صار، وكرمال ما يهرب من المصح أنا استأجرت له حارس خاص يضل عنده مستعد يخاطر بحياته وما يخلي إيجي يطلع من هنيك أبداً.